يخوض نادي القرن مواجهة قارية هامة جدا مع فريق سان داونز الجنوب افريقي لتحديد من سيواصل مسيرته في دوري أبطال افريقيا نحو النهائي. وتقدم قناة الأهلي تغطية خاصة ولقاءات حصرية من معسكر الأهلي والرؤية الفنية والتحليلية للمباراة مع النجم إسلام الشاطر في ملعب الأهلي، والذي يضم نخبة من المحللين المتميزين الكباتن فتحي نصير، شريف عبد المنعم، وأحمد بلال، والتحليل الرقمي مع الدكتور أحمد ثابت، وإطلالة إعلامية وصحفية من الإعلام الشهير كريم سعيد. ننتظركم غدا الرابعة مساء في ملعب الأهلي على شاشة قناتكم، قناة النادي الأهلي.